السلام عليكم، بتواصل الحديث مع حضراتكم وإحنا النهاردة في العمر 35 يوم. الحمد لله الفراخ بتاعتنا متوسط وزنها 2 كيلو ونص. الحمد لله الدواء اللي هو فيه فيتامين إيه والسينيليوم ودال وبه 12، الحمد لله بنزله يومين متواصل. الفرخ الحمد لله حاسس ان هو احسن، مفيش حاجة حصل لها اي دروب بسبب الحر، رغم ان برضو درجة الحرارة ما زالت مرتفعة 30 درجة ونص، ولكن الجو العام الحمد لله. طبعا مستمرين في الاظلام 3 ساعات. الاكل اللي بنقدمه بالليل حتى في اقبال على العلف، زي ما انتم شايفين حضراتكم الاقبال على العلف الحمد لله كويس اهوت. شباك بحري مفتوح، شباك ابلي وشكارة ما زالت محطوطة، وفي بخاخة هي بيرشه بصفة مستمرة. ان شاء الله يعني الفراخ اكلت النهاردة 3 ضمت مات واحد في اول اسبوع، كانوا 8 49 واندبح 2 بقوا 47. هنقول 50 باللي مات في اول اسبوع اكلوا لغاية دلوقتي، لان العلف اللي محطوط ده لسه علف حالا بداية الشكارة الرابعة، اكلوا 3 كيلو و100 جرام علف بالظبط في 35 يوم. الدونة يبقى 3 كيلو و100 جرام، الدونة لحم 2 كيلو ونص كمتوسط، عندنا اقل وعندنا اكتر. طبعا الفرخ بيجيب وكل يوم بيزيد له بمتوسط 100 جرام. الزيادة دهيت ما يجيبهاش عجل تسمين، لذلك الفراخ البيضاء فعلا نموها سريع جدا. النهاردة بتكلم في عدة أمور هامة. الأمر الأول، هو احنا ينفع نحصل للعدد 50 و100 تحصينات؟ وكلمة تحصين يعني، واستعرضت في فيديو يعني ايه الفرق بين التحصين والدواء. التحصين بتبقى أمبولات زي دهيت، ليها فل وليها بتاع معدن فوق كده بتتفتح، لازم لما نشتريها تكون أمبولات في زجاج كده صغيرة كده صغنطوطة كده، لما نشتريها تكون طالعة من التلاجة، ولما ناخدها من المكتب أو المكان اللي بيبيع التحصينات لابد إن نديها لي في تلج. ديت يعني إيه تحصين بالبلدي كده يعني. أما الأدوية زي الهيباتيكيا، دي أدوية بتتحط في المية، بتتحفظ عادي في درجة حرارة المكان، موجودة في الصيدليات على الرفوف. اما التحصين لابد ان هو يخرج من التلاجة. وكلمت في الفيديو، في فيديو سابق، عن الفرق بين التحصين والفرق بين الدواء. النهاردة بنقول هل لازم نحصل العدد 50 و100 من الامبولات الصغنطوطة دي، سواء كان بقى هتشينر اي بي، سواء كان للجمبورو، سواء كان لسوتا، سواء كان كولون بانواعه، كل التحصينات عموما يعني. الجواب بنقول طول ما انت بتربي في صندوق في أوضة وبتطهر بصفة مستمرة بكل أنواع المطهرات اللي خلقها ربنا، ما تحصنش، لأن انت بتعمل أمان حيوي للمكان بتاعك. هيخش منين الفيروس والمرض وعامل شبشب بتخش عنده ليه الفراخ، وبتشيل السبلة بعيد والمكان بتاعك نظيف، ما تدخلش الفيروسات دهيت للمكان عندك، علشان الفيروسات دهيت او اللقاحات او التحصينات الفاكسينيشن دهيت اللي هي اللقاحات ديت تحصينات حية، الفيروس فيها حي، فمعنى ان انا بجيبه او بنزله للطيور بتاعتنا يعني بيعمل بدخل الفيروس المكان. وطالما دخلت الفيروس المكان او انا حصنت، يبقى لازم احصن على طول.
طب ده ساعات بتيجي اعراض الفيروس في ال20 وال30 وال50؟ نعم ساعات بتيجي، ولكن الامبول ده هوت ل1000، فانا من باب اولى الوقايه خير من العلاج. في بقى 200 وفي 300 و400، ولا قدر الله جالي فيروس من الفيروسات اللي بتصيب الطيور بتاعتنا احصن، ولكن ابقى عارف ازاي. وهن ان شاء الله هستعرض معاكم الطرق الصحيحة والسليمة عملي في زيارات المزارع اللي بروحها ان شاء الله. احاول كده ارتب نفسي مع عنبر من العنابر اللي انا بروح لها زيارات، يكون في يوم تحصين، ونشوف هو ازاي او احنا ازاي بنحصن الطيور بتاعتنا. ولكن طول ما الاعداد صغيرة بلاش تحصين، ولكن نهتم بالتطهير، بالرعاية، بالنظافة. وانا عامل ما يتعدى 25 فيديو على القناة عن كل انواع المطهرات الموجودة، الكلور، الصابون، كبريتات النحاس، الفينيك، التطهير بالجير، التطهير ببربنجانات البوتاسيوم، التطهير بالصودا الكاوية، التطهير بالنار، التطهير بالمياه الساخ، كل حاجة في مسألة التطهير أنا استعرضتها في فيديوهات على القناة دي. المسألة الأولى في مسألة التحصين. المسألة الثانية، كل الأبحاث اللي أنا قريتها وتعمل عليها تجارب كلها لما استخدمت الريفو أو الأسبرين، الريفو أو الأسبرين ده، كل الأبحاث كانت بتستخدمه كخافض حرارة ومسكن ومضاد التهابات، وعلشان الإجهاد الحراري عشان في حمض الأسيتيل سلسليك. ولكن كانت النتائج بتطلع ان هو كان بيؤدي لزيادة في الوزن، بيؤدي لزيادة في الوزن. وكان في بحث اتعمل في العراق كانت افضل جرعة، كنت استعرضت في كلام في فيديوهات عن الاسبرين، كانت الجرعة اللي هي 50 ميلي جرام لكل وزن كيلو حي، دي كانت افضل جرعة. وفي بحث اتعمل في جامعة الفيوم او على ما اظن او جامعة القاهرة، كان بيحط لكل 100 كيلو علف 8 جرام ريفو او اسبرين على العلف. اللي انا عايز اقوله ان الاسبرين ده هوت ممكن نستخدمه طول الدورة على العلف او طول الدورة على المية. طب افرض حصلت مشكلة ما نوقفه، احنا عندنا جماعة اليوم ممكن نقسمه اربع فترات، كل فترة اربع ساعات، او لا كده يبقى ست فترات او اربع فترات، ست ساعات ننزل اي نوع دواء، او ثلاث فترات اليوم يبقى 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، او 24 ساعة 12 ساعة بالليل بنزل دواء و12 ساعة بالنهار. الشاهد ان الاسبرين ده هوت لما ننزله على العلف يبقى 8 من 100، ما هو 8 جرام على 100 يعني 8 من 100، ممكن نستخدمه. والابحاث كانت بتستخدمه في حياة شيء، وكانت النتائج بتاعة التجارب بتقول ان الاسبرين عمل او كان له تأثير معنوي في زيادة الوزن، واخد بال حضراتكم. وانا مع الجرعة اللي هي 12، في بحث اخر قال 12 جرام لكل، يعني 12 من 100 لكل 100 كيلو علف. وبلاش طبعا المبالغة، حتى لو الحاجة رخيصة او متوفرة بلاش المبالغة في اضافة جرعات زيادة. احط الجرعة المظبوطة وانزلها كتير افضل ما افضل ما احطها بنسبة كبيرة وقت صغير وتعمل لي مشاكل. مشاكل ديت لو ما اثرت ليش على الطير بتاعي هتأثر لي علي انا لما اكل الطير. فلذلك الوقاية خير من العلاج، والجرعات البسيطة او الجرعات اللي الناس بتنصح بيها افضل من الجرعات اللي احنا نحطها بمزاجنا او بدماغنا. طيب هل الريفو دوت للفراخ البيضاء؟ لا، ينفع لكل انواع الطيور. كنا بنقول القرص دهوت اللي قدامنا دهوت
في 320 جرام يتحط على 6 لتر ميه، وعلى العلف احسب بقى 8 12 جرام، احسب بقى ال 12 جرام دمت يعملوا كام قرص. ولكن من 8 من 100 اي ال 100 كيلو لهم 8 جرام، في ناس ثانيين بيقولوا 12 جرام لكل 100 كيلو علف. يعني انا اقدر احطه على العلف وكل الابحاث لما كانت بتدرس صفات وبتدرس او كان هدف الشغل في حاجات تانية خالص، خفض مثلا الكوليسترول، التهابات، خفض درجة حرارة، طلع ان هو بيعمل زيادة في زيادة او تأثير معنوي في وزن الجسم بتاع الطائر بتاعنا. وطبعا هنستخدمه، هنلعب على الاسبرين او الريفو، ان هو بيزود الوزن وكمان كويس للاجهاد الحراري ومضاد للالتهابات. طبعا الحمد لله الفراخ بتاعتنا حمامها اخضر ولكن متماسك، وحمام طبيعي اهوت اهوت برضو حمام طبيعي اخضر بس طبيعي، مفيش فيه اي مشكلة خالص. والفرخ الحمد لله بياكل وبيشرب ومفيش فيه اي مشاكل خالص. ان شاء الله بكرة 36 هنشوف هيعملوا ايه. طبعا هم فتحوا الشكارة الرابعة فعايزين يخلصوها. طبعا الفراخ دي عند احد اقاربي، انا اللي بتابعها لهم يعني، وبالمرة بنتعلم مع بعض مسألة العلاجات والتربية دي. فان شاء الله يعني نشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. شكرا لحضرتك.